رجعنا لكم في الانترفيو وقلنا لكم باش يكون معنا ضيف جديد, ضيف الشرف متاعنا كمال العويج, اعلامي مخرج سينمائي ومدير قناه ناي تونيزيا. مرحبا بك. عسلامة غسان, عسلامة كل يتابعوا فينا واللي يسمعوا فينا على راديو تونسي, وعسلامة بخونا بلال ولا محمود خونا ليل. اخويا انا طول العباد ما تعرفش انتم عندي ديجا قارين مع بعضكم كيف كنت حكيت مع بعضكم ما حكيتوش على الثيف احنا انا وياكلنا مع بعضنا وهو طبعا طب نستنيوك اللي كنت تجي باش تحكيوا عليكم الزوز. مرحبا بك غسان, شكرا على الاستضافه وتحيي كل اللي يتابعوا فينا في راديو تونسي. مرحبا بك مره اخرى. اليوم جيتنا باش تحكي لنا على المهرجان. اي مهرجان بانوراما الفيلم قصير سنين الدورة الثالثة باش نعملوها في يوم 16 مارس 2018 اللي هو نهار الجمعة بفضاء كارمن. نقول لكم العنوان اللي خليته لك. هو المهرجان يعمل يتعدى كل عام. العام الأول عمل على نهرين, كل عام سينا بعدنا من تونس العاصمة مشينا لمشيس الباب, مشينا للشمال الغربي على خاطر كما تعرف غسان انه في مشيس الباب ولا مناطق جهوية اخرى ما عندهمش قاعد سينما. قلت علاش ليه نبعتوا شوي من تونس نمشيو للشمال البلاد الاخرين وحمتولة. ما تقوليش هذه هي التغييرات اللي قمتوا به, معناها تقولي مثال عندنا ثلاثة دورات, الدورة الاولى في مشيس الباب, الثانية قدمنا وطورنا ومشينا لبلاصة اخرى, معنى ذيك هي التغييرات. لا لا, لا 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 هو على خاطر المشكلة غسان انه هناك بعض من الناس اللي من تونس قاعدين يتواصلوا معنا على الفيسبوك, قالونا احنا في تونس العاصمة مثلا تعاودوا ترجعونا في تونس العاصمة على خاطر هما على خاطر سادة تجي تقول غسان انه هناك صعوبة بين المشاركين اللي في الافلام اللي مشيوش لمشيت البيب. قلنا علاش ليه نعملها في تونس باش نجمع بين المخرجين تاع الافلام القصيرة. يا اخوي كمال انت شنو دورك مهرجان؟ انت شنو تقول انت مدير؟ انا المدير تاع المهرجان. انا على خاطر شاد الفكره قلت انا قريت سينما قريت مع بعض قرينا مع بعضنا في سبيسياليتي اخراج. شاد الفكره في اكتوبر 2016 حضرت مسرحيه في الاسباس كارمن. تقابلنا مع المديره المشهوره تحيه مدام كوثر الثاوي اللي تشجع الشباب الابداع والمبدع. قلت لها علاش ما فهميش امكانيه نعمل مهرجان على الافلام القصيره من اكتوبر لديسمبر شهرين والناس قاعدين يبعثونا في الافلام تاعهم هما. تبركلم على برغم الصعوبات واكثر ما فهميش المستشارين معناتها شو اللي مول المهرجان؟ فهميش مستشارين كيفاش تعمليات التنظيم ولا ايش قول لي خاطر اكيد فما فلوس دفع. هي قديش تقول هي برمما احنا المشاركة وكل شيء ما فهميش مستشارين الى غير ذلك معناتها فهمتني. هذا هو ان شاء الله نلقاو دعم, هذا نطلب من الناس معناتها يدعمونا الى غير ذلك. الدورة الاولى عملناها بعد ايام قرداش سينمائية وايام قرداش مسرحية. نطلبوا من الناس يدعمونا, شكون نحكي على المستشارين تحكي على المستشارين نطلبوا من العبيد. لا مش من الناس بعدين تحكي على المواطنين. لا مش من الناس, انا عاد نحكي على المستشارين وايت الناس بكل بين قوسين مفهميش دعم من وزارة الثقافة, مفهميش دعم من وزارة الثقافة ومحافظة على التراث. اما اخوي انا باش نمشي بك لليس. نعم سمع بيه كي المهرجان هذا. اي سمعت بيه بيسكو نعرف كمال وزيد هو قاعد ما شاء الله قاعد نشيط على الفيسبوك واحد دونك سمعت بيه المهرجان هذا.
ان شاء الله معناها نهار 16 هو في بيت الجامعة نهار 16 مارس مع 6 تاع العشية ان شاء الله في فضاء كاربل في فضاء كاربل اربع نهج سوسة تونس اربع نهج سوسة تونس المشتل في فضاء كاربل اللي هو وراء وزارة التعليم العالي احنا قلنا هكا الى غير ذلك باش نعطيكم اللي حبوا على خاطر دخول نورمالمون سي بيوند هات مال دو 3 سعر رمسي مدخول 3 دينار 500 سعر رمسي شنو الحاجات اللي باش تتمتع بها اللي باش تدخل شنو باش يلقى بالضبط والله مشي مد مشي مشي الناس مشي تفرج تلا حضرنا 6 أفلام 3 أفلام تونسية وفيلم جزيل وثلاث أفلام من فرنسا ثلاث أفلام من فرنسا هذم هذا من اللي بشي نعملوه في الـ في الـ في البروجيكسيون ان شاء الله السيليكسيون بتيت بعد الـ بعد الدوره الثانيه ديريكتومون عملنا نحبش نحضر الدوره الجايه حضرنا الدوره الجايه حضرنا الدوره الجايه والحمد لله معناتها فيزا نخذيت نجاح حبيت نقول تدا نشوي يشوي الناس ياخذوا التيكر وكل شيء يشوي يعملوا ريزيرفاسيون على 71 847 009 نعم 71 847 009 ولا 53 770 744 هذا الرقم اللي نجم يعملوا بيه ريزيرفاسيون هذا اللي نجم يعملوا ريزيرفاسيون باش يقصوا التيكر وكل شيء حسب المعلومات اللي عندي انا اللي المهرجان هذا تم اختيار فيه 3 افلام في ثلاثة فيلم توينسا فيلم جزائري وفيلم فرنسي سوسة فيلم فرنسي ذيك علاش خاطر قلت لي قلتك فيلمين فيلمين فرنسي قلت فيلمين مالذا سوسة فيلم سوسة فيلم باهي كيفاش يصير الاختيار الأفلام كيفاش صارت لعملة الاختيار والله فما لاش التنظيم لاش التحكيم قاعدين نشوفوا في رؤية الأفلام سلون لي بيسوان سلون رؤية المتفرج اللي باش يتفرج الأفلام تاعهم تاع المشاركين وسلون اختيار المواضيع إلى غير ذلك معناتها فهناك لاش نشوف الأفلام وبعد نكلموهم نقول لهم كون مبروك الفيلم تاعكم اختارناه وباش يشارك معنا في المهرجان الثلاثة أفلام توينسا تنجم تسميهم الثلاثة أفلام توينسا فما فيلم فيمو أوير لأشرف شرمون فما كاسكيت لأماني مكي من سوسا وفما ارتوي لنورس سريعي هذو الثلاثة أفلام اللي باش يكونوا من تونس الفيلم الجزائري هو اسمه الانسان مالت يومن وفيلم فرنسي اللي le muscle de la paix au film français pas de chance هذا بسيطة أفلام بسيطة أفلام اللي بشي عملوا كل شيء لكن حبيت أقول سيدة حاجة مهمة خاصين أنه المشاركين اللي بشي يحضروا شي يحضروا للنقاش امام المتفرجين وما فهميش معناتها جوائز كيما تدخل اي مقرر سينمائي تانيين وارش حاجات معناتها فهمتني جوست احلى والعبره هما تاعهم المشاركه ويشو يحضروا في المهرجان ما فهميش جوائز ما فهميش جوائز ما فهميش جوائز هما العبره باش يشوف باش الناس يتفرجوا الى غير ذلك ان شاء الله بالنسبه سامح لك يا قصير بالنسبة للجوائز اللي خايتي لك الخدم أنا نشم نعمل جوائز لكن الجوائز تكون من سبونسور مش من تكون لازم تكون معناها سامحني تنجم تكون تشهير للعمل احنا مش عاملين شهادة اتستاسيون دو بارتيسيباسيون فوالا شهادة اتستاسيون شهادة المشاركة معناتها الناس نقولوا معناتها شهادة المشاركة للناس اللي باش يشاركوا كل شيء فماش حاجة تحب تضيفها في الدورة الأولى عملناها كانت صعيبة برشا برغم تبارك الله الناس كل تفاعلوا شيء في الفضاء الكرمن الدورة الثانية عملناها في المشي سبيب في الشمال الغربي كانت الدورة كانت عملناها في الصباح بكري عملناها على 10 الصباح
كنت بركلة برشا ناس قاموا بكري وناشطين في الدار في الدار ثقافة أبو قاسم شعبي في المشيس البيب نشهولهم تحية اللي عدونا هذا الفضاء باش نعملوا هذا المهرجان وإن شاء الله الدورة الثالثة إن شاء الله أكيد الناس كل باش يجيو ويشاركوا ويحضروا ويشجعوا أكيد يشجعوا الفن الفن السابع على خاطر كيما تعرف غسان والياس أنه الفن السابع فما قلة معناتها من مشاركين في القاعات السينما في معناتها في البروجيكسيون انتاجات السينما في القاعات السينما ولا ناس كل أغلبية يعني يمشيوا في المهرجان قرطاج أي قرطاج سينمائية ولا أي فيلم أخرى علاش في تونس ما نعملوش أي مهرجانات ديما كل سنة ديما الأفلام جديدة وكل شيء معناتها فهمتني هذا اللي اخترناه مش كون اخترناه لأنه بانوراما الدورة الثالثة والحمد لله وسيد الحمد لله الإعلام التونسي واللي وقفت معنا معناتها في الدورة الأولى والدورة الثانية وأيضا الدورة الثالثة وسيد نشكر راديو تونسي اللي شاركت عطاتني هذه الفرصة وإن شاء الله أكيد علاش ليه باش تجيو توما باش تواكبوا الحدث بصوت وصورة على راديو تونسي. ونشكر أيضا وسائل الإعلام من خارج تونس من الجزائر من برشا بقايا قاعدين يتواصلوا معايا ويحبوا يكونوا معنا في الواحد. يعطيك الصحة كمال. كما كان يحكي لكم كمال مهرجان بانوراما الفيلم القصير ما تنساوش نهار الجمعة 16 مارس 2018 مع سادة العشاية بفضاء كارمن أربعة ناس سوسة تونس المسجد الحب بوفونت سوهم هسون بوخيزر في فوتيكي كلمونا على 71-847-009 ولا 53-770-744. زيد قبل ما نختم حوارنا مع ضيفنا كمال كما قدمناه قلنا اللي هو مدير قناة ناي تونيزي تنجم قبل كي ختاما تحكينا على القناة متاعك. والله ناين تونسيا هي قناة تونسية تبع شركة لبنانية اسمها CBL شامبيون بروكاست ليميتد. عملنا تجربة حلوة ممتازة. قبل ما نجي ناين تونسيا كانت عندي قناة اسمها ميوزيكانا تي في اللي هي أول قناة تونسية مختصة في الموسيقى وأنا كنت من صغر حلمي نكون تنشيط الإذاعي والتلفزي مختصة بالثقافة معناتها مختصة بالثقافة والموسيقى الناس نشيبوا الفنانين مثقفين تستغل كما الياس كما تشال علش اللي عندي كما حاشد أخرى وحمد الله مع الاختيار الزكسي وكبت أيضا معلشين قلتهاش توالي في 2008 وكان عندي راديو وسوق انترنت اسمه راديو اسمين توف ما عندش رفيت كان عندي راديو على انترنت ونوكب كل سنة مهرجان كارتاج والناس كل شجعوني صحفيين تابعوا فينا وكل جاي إن شاء الله ربي يسهلك في كل ما تتمنى يا كمال. كما كنتوا معنا الناس كل تتفرجوا ودي بتقول حال جاي الياس تعبر بش نجي ولي إن شاء الله إن شاء الله بش نجي معناها نهار 16 إن شاء الله وديما كمال نشجعوك وكما معنا نحن ديجون مع بعضنا نشجع بعضنا وإن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله ديما تمشي عمال بتاعك تتطور تطور والله ان شاء الله علاش لي مرجين تشوفوا الفيلم تاع كنتي على المرجين ان شاء الله راك تشوفوا معنا ختمنا الروبريك نتاعنا بالمجاملات والحب والغراميين توا عشر بيناتنا توا باش نمشيو فاصل صغير باش نرجعوا معنا في كبير الحومه الروبريك الاخرانيه اللي تحبوها العباد الكل واللي بطلها دالي محمد علي بالحوله اقعدوا معنا